راكان ابغى اسالك عن موضوع العويس من الجانب الاهلاوي، ايش تاثيراته على الفريق الاهلاوي معنويا وفنيا؟ اكيد العويس لاعب كبير ولاعب له قيمته في الفريق، وقامك عمل يعني كان مباريات كبيره مع النادي الاهلي، وكان طبعا ما كان يقاس العويس بمشكله الموجوده، عدم وجود التنظيم الدفاعي، اغلب الحراس ما يقدر يشيل المباراه لحاله، لازم يكون هناك في تنظيم دفاعي، لازم يكون في تكتيكات معينه في الفريق، يجب يكون الفريق مستواه منافس. ولكن الاهلي كان بيشارك في بعض المباريات، كان المباراه بيشيل نص حمله كان بيشيله العويس، فاكيد هو هذه الصفقه كانت كبيره بالنسبه للهلال. ولكن لو تجي تبي تنظر الى الصفقه، يعني لازم تعرف انه الان يجب ان تعي حتى الجماهير الرياضيه تعي انه الان الاحتراف انتهى، زمن هذا ابن النادي وهذا ولاء للنادي وهذا تربى في النادي وهذا طلع في النادي، هذا انتهى. الآن الاحتراف هو عقد بين لاعب وبين نادي لمدة معينة، إذا كان انتهت عقد النادي يقدم عرض ورغبة، يصير هناك رغبة بين النادي واللاعب، إذا اتفقوا عليها يجدد العقد، إذا ما اتفقوا اللاعب يدور وين مصلحته وين العرض الأفضل له ويذهب. فما تقدر تقول يعني ما تقدر تتمسك باللاعب في نادي على طول العمر، كان ما زال بالسابق كان نظام الهواء، إذا قيد في الكشوفات خلاص ما يطلع حتى يتنازل النادي عنه أو ينسق النادي. فطبعا الأهلي خسر لاعب والهلال كسب لاعب كبير، ولكن هذه هي حال الكرة، يجب أن احنا كرياضيين نتقبل أي قرارات أو أي انتقالات في عصر الاحتراف. إذا كنا نحن في عصر الاحتراف لازم نتقبل هذا الواقع اللي أمامنا. فصفقة العويس للهلال، الهلال إذا حاب أتكلم شوية عن الاستراتيجية الهلال، استراتيجية الهلال، استراتيجية الهلال في جلب هذا الكم العدد والنجوم في هذه الفترة، وما نعرف هل التعاقدات انتهت ولا لسه ما زالت، هذا حيبان حتى نهاية شهر يناير هنشوف الصفقات. طبعا الهلال من استراتيجيته الأساسية كرجاله وإدارته على أساس أنهم يأخذوا الأسيوية، انتهوا الآن من الأسيوية، الآن الاستراتيجية الثانية ينافسوا في بطولة العالم للأندية، وهذا حق مشروع، وهذا وجهة يعني تخطيطية محبذة طبعا، انك انت تفكر دائما الى الاحسن. الهلال الان يعتبر يبغى يكون هو الفريق اللي يمثل الاندية السعودية خارجيا، وبيشتغل على هذا الاساس من كل رجالاته وداعمينه وادارته، على اساس الهلال الان فريق عنده نجوم، عنده صف اول صف ثاني، الان الاستقطابات هذه على اساس انه لا يتعطل في اي محطه بسبب التدوير او بسبب المشاركات الكثيره او بسبب الاصابات او التوقيفات. المركز في 2 إلى 3 لعيبه جاهزين، طبعا المستويات تفرق بسيط، في فرق بسيط لكن لا تخل بالريتم العام للفريق. فاذا الانديه الان اذا كانت تتجه الى التخصص ولا الخصخصه، يجب ان تعمل استراتيجيه وتبني اسس من الان. الهلال عنده ناس فكرت وعنده دعم وعنده إدارة وعنده لاعبين، الآن النادي جاهز إلى أن يبعد أو يبحر. المشكلة إحنا خايفين منها، ما نبغى يكون النادي الأوحد اللي يحصل على كل البطولات، تموت قوة الدوري، نبغى التنافس بين ناديين 3 4 إلى 5 6 أندية تتنافس على تدوير البطولات، هذا شيء مهم لقوة الدوري. ولكن إذا كانت كل القوة ذهبت إلى جهة واحدة حيفقد الدوري المتعة، من نص الدوري انتهى الدوري.